دكتور. معانا مره تانية على التليفون دكتور محمد البهواشي، اهلا بيك يا دكتور مره تانية. يا اهلا وسهلا بحضرتك استاذ يوسف. اهميه هذه الاستثمارات او اهميه هذا النموذج الاستثماري لو حبينا نستخدم المصطلح ده، اهميته للاقتصاد المصري ومستقبل المنطقه في هذا الجزء من الساحل الشمالي. طبعا زي ما حضرتك تفضلت، هو نموذج للاستثمار الاجنبي المباشر في وقت، يمكن بقول لحضرتك وقت استثنائي، تراجعت فيه اغلب الاستثمارات الاجنبيه على مستوى العالم نتيجه الازمات المتصاعده في على مستوى العالم والاحداث الجيوسياسيه. لكن مصر النهارده بتحدث الطفره في هذا النموذج تحديدا في حجم، يمكن نقول النهارده ان اكبر نموذج لتدفقات استثمار اجنبي مباشر في تاريخ مصر بالكامل. بتكلم على استثمار اجنبي، اعتقد ان هو البدايه وليس النهايه. النهارده بتكلم على مشروع هو البدايه لاحياء المنطقه الشماليه الغربيه اللي كانت مهمله لعقود من الزمن، النهارده بنشوفها في دائره الضوء في مشروع كبير جدا، اعتقد ان هو سيكون اهم مشروع سياحي على البحر المتوسط بالكامل وليس في مصر فقط. النهارده هذا المشروع اقتصاديا هو سيكون محرك لعجله الاقتصاد لكافه القطاعات الاقتصاديه في مصر، لانه هو ليس مشروع منغلق على نفسه، هو فيها هيخلق حاله من التكامل ما بين كافة القطاعات الاقتصادية اللي بتمتلكها مصر، سيقوم على الموارد المصرية، سيتبني على الأيادي المصرية، الشركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي هتكون هي اللي هتنشئه، القطاعات الزراعية والقطاعات الإنشائية والاتصالات والمطارات، كل دوت هو اللي هيقوم عليه هذا المشروع. فعشان كده بقول المشروع ده في حد ذاته هو نموذج، وسيحدث الطفرة اللي كان زي ما قال دولة رئيس الوزراء، اللي هو سيعيد المسار للاقتصاد المصري للوضع الذي يستحقه. الخطوات الاستباقية اللي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من خلال ثورة إصلاحية، إصلاح هيكلي، إصلاح اقتصادي، إصلاح في البنية التشريعية، حتى يصبح الاقتصاد المصري بيئة خصبة للاستخدام المستثمر الأجنبي، إصلاح في الهيكل البنية التحتية بالكامل. ويمكن ده النقطة دي تحديدا اللي بنعول عليها، اللي أصبحت رأس الحكمة بوضعها الحالي. رأس الحكمة لو سوقنا لها من قبل 4-5 سنين كان هيبقى صعب جدا التسويق ليها، كان هيبقى القيمة للاستثمار يمكن ممكن يكون عشر أو أقل من العشر هذا الرقم. لكن البنية التحتية اللي الدولة استحدثتها، اللي بتكلم على القطار الكهربائي اللي كلنا بنتكلم وسمعنا فقه الأولويات، وسمعنا ناس كتير تسميت عقول المصريين للمشروعات القومية اللي تم استهدافها، الطرق اللي اتعملت، ايه لازمة، ما الداعي من طريق 10 حارات في المنطقة دي، ما الداعي من منطقة من محطة الضبعة النووية، ما الداعي من البنية التحتية في هذه المنطقة، كل هذه الأمور، ما الداعي من العالمين، كل هذه الامور هي اللي وصلت، ما الداعي هي دي اللي وصلت وسلطت الضوء على امكانيات هذه المنطقه. فعشان كده بنقول هو نموذج ناجح ناجح ناجح، ويمكن هو دوت اللي دايما بينغص على اعضاء مصر ان في مشروع نجح بالفعل. اللي بنشوفه النهارده اللي بيثبت كل يوم نجاحه التدفقات او استلام مصر للمبالغ، نجاح في حد ذاته اللي احنا شفناه النهارده من اجتماع دوله رئيس الوزراء مع قاده الامارات، واختيار موضع واماكن باذن الله المطار، وكل هذه الامور بيقول ان احنا على الطريق الصحيح، الطريق الخطه بتنفذ بسرعه جيده جدا. اعتقد ان هي رساله طمأنة، زي ما هي رساله طمأنة للداخل المصري والمواطن المصري اللي هو كان عنده ثقه بطبيعه الحال في امكانياته ومقدرات وطنه. النهارده بنقول ان في رساله ثقه للمستثمر الاجنبي اللي كان بيترقب هل يضخ استثماراته ولا يستنى شويه، الدولار بيرتفع. طب ده كلام ممتاز جدا، انا من الناس اللي بتحب دايما توصل النقط ببعضها وتاخد الخط على امتداده. حضرتك ذكرت انه مثلا على سبيل المثال المجمع النووي لمفاعلات الضبعة ده على سبيل المثال انه كان من ضمن الاسباب المهمة اللي شجعت الاستثمار في منطقة راس الحكمة. لما اجي اخد نفس الخط برضو على امتداد اخر، انا شفت انه الحكومة بتوقع مذكرة تفاهم مع شركائنا واصدقائنا الصينيين لاقامة منطقة صناعية عملاقة على ضفاف البحر المتوسط. هل اقدر اوصل النقط بالطريقة دي بانه حصل راس الحكمة أو حصل هذا الاتفاق التاريخي، فيبدأ الصينيين هم كمان يتشجعوا أكتر أن هم يدخلوا بس عاوزين يعملوا استثمارات على سبيل المثال الضبعة عندنا في معانا فيها شركائنا من روسيا إلى آخره. أقدر أوصل النقط ببعض فيصبح الأمر منطقياً؟
خلينا نقول لحضرتك دايما كنا احنا مثل كلنا عارفينه، البعيد عن العين بعيد عن القلب. لما نمسكها اقتصاديا، البعيد عن عين الحكومه مش هنشوف استثمار. اللي احنا شفناه هو حقيقه الدوله قربان نظرت بعين العين الاقتصاديه والعين الاستراتيجيه لهذه المنطقه، ان هي فيها مقومات النجاح ومقومات كثيره ليست سياحيه فقط. بتكلم على السياحيه، يمكن احنا شفنا دوله سياده الرئيس وهو بينظر المنطقه الغربيه بما لديها من مقدرات تجعلها منطقه انطلاق للاقتصاد المصري. النهارده بتكلم على السياحه، على صناعه، على تجمعات صناعيه، على العمق في المنطقه الغربيه، الى ان وصلنا الى سيوة، والافصاح عن ما تمتلكه هذه المنطقه من ثروات معدنيه. فبنقول ان الامور مرتبطه بعضها البعض. النهارده الدوله وهي بتنتهج في الصيف الماضي فكر خارج الصندوق، وبتسلط الضوء على الامكانيات السياحيه لمدينه العالمين الجديده في اسبوع كان هنقول ابتدينا فيه من حيث انتهى الاخرين. احنا بنتكلم النهارده في تنافسيه في سياحيه في المنطقه، لا احنا ابتدينا من حيث انتهى الاخرين. اعتقد هذا الصيف الماضي كان ليه دور كبير جدا على التسليط الضوء على ما تمتلكه هذه المنطقه من مقومات سياحيه. صحيح. طبعا الدوله بقى كانت الاستباقيه، وخليني اقول النهارده ان الدوله تحملت كثيرا فيما يعني كلنا تكلمنا وكلنا تحدثنا وكل الناس افتت وكل الناس قالت فقه الاولويات وماده زي ما قلت لحضرتك ماده كثيرا. النهارده ان عرف السبب بطل والعجب. احنا عرفنا السبب النهارده مع توقيع هذه الاتفاقيه. ليه ايه ده؟ ايه الداعي من الطريق صحيح. الدولي وايه الداعي؟ كان لازم تتعمل بنيه اساسيه كبيره وعملاقه علشان تقدر او علشان نقدر نشجع بيها الاستثمار في المنطقة. أنا بشكرك جدا جدا يا دكتور، كل الشكر دكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس والخبير الاقتصادي الكبير والمعروف.